أي إنسان بتحصل له أزمة ساعات بيبقى ألم ومشقة التوتر لا يقل عن حجم الأزمة نفسها. كتير بيبقى التوتر ده بيبقى سبب خوف الإنسان وحيرته، أعمل إيه أولجأ لمين عشان أحل الأزمة دي؟ وربنا يحبك مطمن، وعشان يتم عليك نعمة الإطمئنان في ترتيبة للجوء، ألجأ لمين الأول؟ يعني كتير من البشر لما يبقى عنده أزمة مالية أو صحية أو يتعرض للإيذاء، الترتيبة اللي بتخطر في باله أنا بإمكانياتي ثم معارفي ثم الله. والله علشان يخليك مطمن عايزك ترتبها الله ثم أنت بإمكانياتك ثم معارفك. سيدنا أبو جعفر بيقول: من عرضت له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها بالله عز وجل. هو ربنا مش بيحرم عليك الاعتماد على مواهبك، هو أصلاً أودعها فيك عشان تحل بيها مشاكلك، ومحرمش عليك اللجوء للمعارف، ده هو اللي أمرنا وتعاونوا على البر والتقوى. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لجأ للأقارب والقبائل وقال لهم: من يؤويني حتى أبلغ رسالات ربي؟ لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى عايزها الله الأول ثم أنت بإمكانياتك ثم معارفك؟ هو حبك دايما تبقى مطمن إن ربنا جنبك وإنه بيحب يساعدك وإن هو باقي ليك. عايزك تتصور كده لو عندك مشكلة في شركة صاحبها يبقى أبوك وبابه مفتوح ليك، تروح تقول له أنا هتصرف أو ألجأ لموظف زيي، ولا الأول تأمن نفسك بأنك تخبط على بابه وتضمن مساعدته؟ ساعتها لو هتلجأ لإمكانياتك أو لغيرك، الكبير معاك وله المثل الأعلى. لو عجزت إمكانياتك هيسخر لك اللي يساعدك، ولو فلان تخلى عنك الكبير هيسخر لك غيره عشان يوصل لك نفعه. فما تذلش نفسك أو تخاف خوف زائد، لأن الكبير يحبك عزيز ومطمن. سيدنا رسول الله شاف سيدنا أبو أمامة قاعد حزين في المسجد، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. قال: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى دينك؟ قلت: بلى، الحقني. فبدأ النبي يعلمه اللجوء لربنا الأول. قال: قل إذا أصبحت وأمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. وفي جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي بينقل الأثر عن رب العالمين، يقول الله: أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي، وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ ومن ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به؟ ومن ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال عني؟ سايبني ورايحين لحد قبلي؟ حتى لو لجأت لربنا الأول ثم تأخر العون والمساعدة، ما تيأسش من نفسك ولا تحزن، بل سلم لحكمة ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي حد، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله، أي أن الله يكفيني، عليه يتوكل المتوكلون. بعد ما تخلص قلبك من الإحساس أنه هناك معين غير الله، خلاص أنت وحدت ربنا في اللجوء، ساعتها بقى فكر في إمكانياتك وما روح استعين بالخلق، هو عايزك تعمل كده. ابن عطاء الله بيقول لك كده: لو مطمن خالص أنك ترى أن الفاعل هو الله، أطلب العون من أي حد. قال ابن عطاء الله: لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك. وحتى لو اجتمع عليك الخلق وسابوك، مبقاش ليك غير ربنا، حالك هيبقى عامل زي حال سيدنا موسى لما أصحابه قالوا: إنا لمدركون، ورانا جمع غفير. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، والله خير وأبقى. فما تستغربش لو حصلت أزمات في حياتك وقدراتك كانت عجزة، وتخلى عنك أقرب الناس إليك، أو هو كان عاجز بعد ما لجأت ليه. ربنا بيعلمك إنك أنت توحد اللجوء له قبل اللجوء للخلق، ودي عقيدة ومعنى من أرقى معاني التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت،
وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك توحيد اللجوء أولاً قبل اللجوء لنفسك أو الخلق. قال: من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان النبي إذا حزبه أمر شيء شغل باله فزع إلى الصلاة. ففتش في قدراتك الأول بعد ما تلجأ لربنا سبحانه وتعالى. لو وجدت عندك ما يكفيك لا تلجأ إلى الخلق، ولو عجزت إلجأ للخلق وأنت مطمئن أن المعطي المعين فيهم هو الخالق، مطمئن لعون الكبير سبحانه وتعالى. واسمع الإمام البستي وهو يقول: وكن على الدهر معوانا لذي أمل، اللي عنده أمل فيك يعني، يرجو نداك فإن الحر معوان، واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. فاللهم يا رب كن لنا في الشدائد معينا وركنا نأوي إليه إذا ضاقت علينا السبل، فإليك المهرب يا خير سند يا الله.